بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم مبدئيا طلاب بريب 1 مع حصه جديده من حصص مستر ساينس مع مستر شريف الهواري. النهارده ان شاء الله يا اولاد هنتكلم عن يونت 2 ليسن 2. ان شاء الله بعد ما خلصنا الليسن اللي فات وعرفنا الانرجي ريسورسز بصفه عامه وعرفنا الانرجي الميكانيكال انرجي كاينتيك والبوتنشال وازاي نحسبهم وخدنا البروبلمز الفيديو اللي فات، تقدر طبعا تتابع الفيديوهات اللي فاتت كلها والبلاي ليست بتاعت بريب 1 كامله، هتلاقوا اللينك بتاعها تحت الفيديو ده طبعا مع صفحه الفيسبوك وصفحه الجروب بتاعنا على الفيس مستر ساينس، تقدر تعمل سيرش عليه والابلكيشن اللي موجود عليه الملازم والشيتات. مش هطول عليكم في المقدمه، هنبدا على طول الدرس بتاعنا اللي هو يا رب بيتكلم عن الانرجي ترانسفورميشن. انرجي ترانسفورميشن يعني تحولات الطاقه. هل يا مستر الانرجي ترانسفورم فروم وان فورم تو انذر؟ هل بتتحول من شكل لشكل تاني؟ يا ولاد طبعا. هناخد اول اكزامبل عندنا اللي هو الكونزرفيشن اوف ميكانيكال انرجي. كلمه كونزرفيشن يعني تحول او حفظ، هناخدها هنا بمعنى حفظ. حفظ يعني ايه؟ يعني بقاء، يعني الحاجه دي ما بتتغيرش. بيسموه باسم ايه؟ كونزرفيشن اوف ميكانيكال انرجي اللي هو بقاء الميكانيكال انرجي. يعني ايه يا مستر؟ بصوا على الصوره دي وانتوا تعرفوا يا ولاد. السم البندنيوم ده راجل معلقه كده وبيديله طبعا انرجي، بيديله طبعا في ورك دان، في فورس زي ما قلنا الحصه اللي فاتت، فاتحرك زي ما انتم شايفين لفوق كده. اما مخزن هنا ايه يا ولاد؟ تقول لي مثلا مخزن دلوقتي بوتنشال انرجي في المكان ده كده، لما يرجع البوتنشال تتحول لمين في المكان ده؟ لكاينتيك، وهكذا. طب بص كده الفيديو الصغير ده كده، تقول لي يا مستر انا مش بشوف ساعات اللعبه دي. دي فكرتها ايه يا مستر؟ فكرتها يا ولاد ان الكوره دي، الكوره اللي هنا دي مثلا بتحول او بتاخد كاينتيك انرجي، والكاينتيك تتخزن هنا كده في المكان ده بالظبط لبوتنشال، ترجع تاني تدي الانرجي بتاعها للكوره دي، للكوره اللي جنبها، للكوره الثالثه، لحد ما تروح لاخر كوره منهم برضو تتحول الانرجي من بوتنشال لكاينتيك او من كاينتيك لبوتنشال والعكس. وتفضل كده يا ولاد على طول الانرجي ما تخلصش. ليه بقى؟ هنعرف دلوقتي ده بيسموه باسم الكونزرفيشن لو اوف ميكانيكال انرجي اللي هو بيقول ايه؟ بيقول لك اون ديسبليسنج ذا بندليوم، لما انت تحرك البندليوم دوت، اورك دان او اورك از دان، في شغل اتبذل صح؟ انا بذلت مجهود يا مستر، انا اديته الانرجي الاولانيه، اديته الطاقه الاولانيه. طيب this work done is stored in the form of potential energy، الشغل اللي انت بذلته ده اتخزن على شكل potential صح؟ الكوره دي يا مستر خزنت بوتنشال، ده حتى المرجيحه يا مستر اللي احنا بنتمرجح بيها دي رايحه جايه بتخزن هنا كده بوتنشال انرجي، تنزل البوتنشال تتحول لمين؟ لكاينتيك، وهكذا. طب ايه اللي يحصل؟ when it طبعا is left، لو اتثابت the potential energy is converted into kinetic energy، تتحول لكاينتيك. طبعا till reaches to the maximum speed، لحد طبعا ما توصل للماكسيمم سبيد طبعا يا مستر ساعتها بتكون كلها اتحولت لمين؟ لكاينتيك انرجي. طبعا الكلام ده يا ولاد هيحصل له ايه؟ از ريبيتد، بيتكرر. وايل ذا بندليوم كيب اتس ميكانيكال انرجي، يعني دايما بتكون الميكانيكال انرجي بتاعتي كونستنت. وشفنا طبعا الحصه اللي فاتت ازاي الميكانيكال انرجي تفضل كونستنت واللي عمال يتغير بس البوتنشال والكاينتيك، ده عمال يزيد وده عمال ايه؟ يقل. طيب يا مستر ده يخلينا نوصل للو مهم جدا اسمه لو اوف انرجي كونزرفيشن. يعني ايه كلمه لو اوف انرجي كونزرفيشن؟ يعني يا مستر قانون الحفظ بتاع الطاقه او قانون بقاء الطاقه. يعني ايه برضو؟ بصوا كده بيقول ايه؟ بيقول ان انرجي از نايذر كرييتد نور ديسترويد، يعني الانرجي مش بتتخلق كده من نفسها يا ولاد او تطلع من نفسها او تتكون من نفسها، لا از نايذر كرييتد نور ديسترويد، ولا بتخلص. But it converted from one form to another. لكن بس كل الفكره يا مستر ان هي تتحول من شكل لايه؟ للتاني. بيسموا اللو ده باسم ايه يا ولاد؟ Law of conservation of energy. اللي هو ايه؟ Energy is neither created nor destroyed. بالعربي بيقول عليها ان هي لا تفنى ولا تستحدث، يعني ما ينفعش انا استحدثها واخلقها كده من الفراغ، ولا بتخلص، لا تفنى. But it converted from one form to another. يعني انت شغلت اللمبه بتاعتك او شحنت اللابتوب بتاعك، ايه اللي حصل؟ هتقول لي يا مستر الكهرباء ضاعت؟ لا الكهرباء ما ضاعتش، الكهرباء اتخزنت في اللابتوب ده وبعد كده طلعت على شكل لايت طبعا وشكل ساوند
يعني ما ضاعتش. energy is neither created nor destroyed but it converted from one form to another. طيب ايه بقى الانرجي ترانسفورميشن، التحول بتاع الانرجي يا ولاد؟ هنا بيقول لك ان الانرجي ترانسفورم فروم وان فورم تو انذر، الانرجي بتتحول من شكل فروم وان فورم تو انذر فورم لشكل تاني. طب ادينا اكزامبل سمستر، تعالوا نشوف. انسايد كار، في السياره مثلا يا شباب، في العربيه ايه اللي يحصل؟ تقول لي يا مستر انا بحط في العربيه كيميكال انرجي، ازاي؟ عن طريق الفيول، الوقود، الوقود بتاع السياره. طب بيبقى فيها كيميكال انرجي، ايه اللي يحصل؟ انا اول ما احط يا مستر البنزين في العربيه، الكيميكال انرجي اللي متخزنه في الفيول دي، في الوقود دي، اتشينجد انتو هيت انرجي. اه فعلا، تيجي تقول ايه ده، بابا بيسخن العربيه، صح؟ مش بنقول الكلمه دي. يعني ايه بيسخن العربيه يا ولاد؟ يعني بيحول الكيميكال انرجي اللي هو البنزين اللي حطه في العربيه ده، بيحوله لهيت انرجي. وبعدين تشينج تو ميكانيكال انرجي. اه يا مستر بقى ابتدت العربيه تتحرك. مين اللي يتحرك يا مستر في العربيه؟ في الموتور بتاعها جوه، الدينامو. الدينامو يا ولاد اللي هو الدينامو المولد الكهربائي، صح؟ مش تلاقي يقول لك ايه بابا، يقول لك ايه ده العربيه الدينامو بتاع العربيه بايظ، احنا عايزين نصلحه. طب ده يا مستر ده بيعمل ايه؟ تعالوا نشوف يا ولاد تاني. بصوا تاني القصه كده، ممكن يقول لك الامتحان منشن ذا انرجي ترانسفورميشن ان ذا كار، ايه هو تحولات الانرجي في العربيه؟ هتقول له ايه؟ طبعا ان فيول كيميكال انرجي، في الوقود يعني، الكيميكال انرجي تشينجد انتو هيت انرجي. طيب العربيه سخنت وبعدين، ساعتها الهيت انرجي دي تشينج انتو ميكانيكال ان داينامو. طيب في الداينامو ده يا مستر، في الدينامو المولد ده ايه اللي يحصل؟ هيجيب لي الكتريك. اه هو قصدك يا مستر ان الدينامو ده هو اللي بيجيب الكهرباء في العربيه؟ اه لما يدور طبعا يا ولاد ويتحرك يطلع لي كهرباء. طب انا هعمل ايه بالكهرباء يا مستر؟ تعالوا نشوف. ان كار كاسيت، في الكاسيت بتاع السياره، تشينج انتو ساوند. ان كار لامبس، في اللمبات بتاعت العربيه، تشينج تو لايت. ان كار اير كونديشنر، في المكيف بتاع العربيه، تشينج انتو هيت. يا مستر كل دي انرجي ترانسفورميشن ان كار. اه كل دي تحولات للانرجي في العربيه، كيميكال تو هيت. ذن طبعا ان كار انجن، في المحرك بتاع العربيه، ذن فروم هيت تو ميكانيكال ان طبعا ان كار انجن برضو. بعد كده الميكانيكال تو كاينيتيك، فين؟ في ان كار دينامو او ان كار دينامو. ايه اللي يحصل؟ الالكتريك تشينج انتو كاسيت، انتو سوري انتو ساوند، ان كار كاسيت، انتو لايت، ان كار لامب، انتو هيت، ان كار اير كونديشنر. فهمنا يا ولاد الانرجي ترانسفورميشن ان كار، تحولات الطاقه في السياره في العربيه، كل طبعا الاكزامبلز بتاعتنا. طب اكزامبل تاني، في عندنا السمبل سيل. ايه السمبل سيل ده يا مستر؟ ده عباره عن ايه؟ هو عباره عن سمبل الكتريك سيل is composed of an acid solution. يعني ايه؟ جابوا كان في الاول القصه يا ولاد، قصه السمبل سيل دي كان بسبب واحد اسمه جلفاني، عالم اسمه جلفاني، كان بيشرح ضفدعه، كان عالم ملوش دعوه بالكهرباء خالص ولا كلام من ده، كان بيشرح ضفدعه. فالضفدعه ده مره بيشرحها، الدم بتاعها وقع في الميه اللي هو حاططها في الطبق وهو بيشرح، فالدم دوت مع الميه يا ولاد عمل حاجه اسمها الكتروليسيس، طبعا او الكترولايت ليكويد، يعني سائل يوصل كهرباء. الدم مع الميه بقى فيه ايونز كده وبقى يوصل كهرباء، تعرفوا ان شاء الله بعدين. وبعدين هو مدبس رجلين الضفدعه بمثلا بمتر معين، وليكن مثلا زنك، دبابيس كده مثلا من الزنك او الالومنيوم ايا كان، وماسك مشرط من ايديه، في ايديه من الكبر او العكس، يعني المهم ان هما معدنين مختلفين. فجلفاني ده هو عمال يشرح في الضفدعه، المشرط لمس الدبوس اللي مدبس بيه رجلين الضفدعه في وجود الليكويد اللي هو الدم دوت اللي هو في الميه. ايه اللي حصل؟ لاحظ ان رجليه بترتعش يا ولاد، انا بحكي لكم القصه عشان تبقوا عارفين القصه جت ازاي. طب كل ما يلمس المشرط بالدبوس ده الرجلين بتاعت الضفدعه تتحرك، قعد يقول لك ايه ده، هي لسه صحي ولا ايه؟ فطبعا اكتشف بعد كده ان في الكتريك تشارجز بتتكون، في كهرباء بتتكون، وفي شحنه كهرباء بتتكون، وقال لك بس انا كده حولت الكيميكال، الكيميكال انرجي، الكيمستري انتو الكتريك. طب جه بعد كده بقى ساينتست اسكولد فولتا،
عالم اسمه فولتا. الراجل قال له انت كلامك صح يا جيلفاني، بس انا بقى المره دي مش هجيب دم وضفدعه وكلام من ده، انا هجيب حاجه اسمها سلفوريك اسيد، هجيب حاجه اسمها سلفوريك اسيد يعني هجيب اسيد. طب الاسيد ده مكان مين يا فولتا؟ قال لك مكان الدم بتاع الضفدعه والقصه دي. طيب وهتعمل ايه؟ قال هجيب بدل المشرط هجيب كده ميتال، الميتال ده ميد اوف ايه؟ زنك مثلا، وهجيب ميتال تاني طبعا تو ديفرنت ميتالز يعني معدنين مختلفين، وهجيب ده مثلا من الكبر. ماشي يا فولتا. وبعدين قال لك هوصل ما بينهم كده واحط كومبس كده بوصله. طبعا معمول عندكم الاكسبيرمنت يا بلمونه كده في الكتاب، يقول لك انت هات ليمون وحط فيه سلكتين مختلفتين او معدنين مختلفين ووصلهم كده ببوصله، ايه اللي هيحصل؟ طبعا زي طبعا ذا نيدل اوف كامبس ات ويل ديفليكت، يعني الابره بتاعتها هتتحرك. تقول لي يا مستر اه ده معناه كده ايه؟ ان في الكتريك كارنت باسس ثرو ذا ايه؟ ذا نيدل دي او افكت اون ذا نيدل، اثر عليها يعني السلك كده اهو وانت حطيت بوصله كده فوقيه. تمام كده؟ يبقى ايه اللي حصل؟ اللي انت عملته ده ولاد بيسموه باسم ايه؟ بيسموه باسم سيمبل سيل. وات از مينت باي سيمبل سيل؟ طبعا سيمبل سيل او سيمبل الكتريك سيل از كومبوز اوف ان اسيد سولوشن، اسيد وذ تو ديفرنت ميتالز، ومعدنين مختلفين. طيب ايه اللي هيحصل بقى؟ كيميكال رياكشنز كونفيرت كيميكال انرجي انتو الكتريك انرجي. اه يا مستر يعني في الحاله دي، في الحاله دي الكيميكال انرجي، بصوا كده يا ولاد، في الحاله دي الكيميكال انرجي تشينج انتو الكتريك انرجي، دي مهمه جدا في الامتحان. يقول لك كده ان سمبل سيل، ان سمبل سيل سبيس انرجي تشينج انتو سبيس. تقول لي يا مستر عادي احنا عملنا شغل كيمستري، بصوا كده ادي اهو، ادي الكبر سي يو، وادي الزنك زد ان، وادي حطيته طبعا فين؟ مين الليكويد ده؟ اسيد يا مستر. ايه اللي حصل لللامب؟ دي اللمبه نورت يا مستر. يبقى انا حولت ايه لايه في السمبل سيل؟ تبقى خلي بالك بعد كده الانرجي ترانسفورميشن اللي بنقول عليها. يبقى ان سمبل سيل ذا كيميكال انرجي تشينج انتو الكتريك انرجي. اه انا شغل كيمستري يا مستر، شغل كيميكال رياكشنز، تفاعلات كيميائيه حصلت طلع لي كهرباء. بس يا ولاد هي دي طبعا الانرجي ترانسفورميشن ان سمبل سيل. عايزين اكزامبلز ثانيه يا مستر، تعالوا نشوف. ان الكتريك لامب، في اللمبه، في المصباح، في المصباح الكهربائي، ايه اللي بيحصل؟ اهو يا مستر الباتري دي، الباتري دي فيها كيميكال، كيميكال انرجي صح ولا لا؟ او ممكن الكتريك. ما هو الباتري ده خلي بالك، خلي بالك هنا يا ولاد في كذا، في كذا انرجي ترانسفورميشن. في الباتري دي فيها كيميكال تتحول لالكتريك. الالكتريك في اللامب تشينج انتو ايه؟ لايت اند هيت. طب خلينا في اللامب بس يا مستر بقى، احنا عايزين اللامب. ان الكتريك لامب الكتريك انرجي تشينج انتو لايت انرجي بلس ايه كمان؟ بلس هيت انرجي. يا رب نكون فاهمينها، خلي بالكم. يبقى ان الكتريك لامب في اللمبه بس كده اللي انا مشاور عليها دي في المستطيل ده، الكتريك انرجي هي بيروح لها كهرباء زي ما انتم شايفين يا ولاد اهو. الالكتريك انرجي تشينج انتو ايه؟ لايت بلس هيت. ساعات يا ولاد لو جاب لك فراغ واحد هتقول له لايت انرجي، طبعا الاساس لللمبه اللي بتديك ضوء. طب لو قال لي يا مستر اتنين حاجتين هقول له لايت بلس ايه؟ بلس هيت او لايت اند هيت. طب اكزامبل تاني، في عندنا السيوينج ماشين اللي هي ماكينه الخياطه يا ولاد. طب دي بتتحول فيها ايه لايه؟ طبعا الصوره المفروض هنا ماكينه الخياطه بتتحرك. يحصل ايه يا ولاد؟ بحول يا مستر الالكتريك انرجي انتو كاينتيك. طبعا الراجل اللي عمال يخيط او الست اللي عماله تخيط دي بتحط الماكينه الخياطه في الكهرباء صح كده، وتتحول الكهرباء انتو ايه؟ كاينتيك. تفضل الابره تتحرك طالعه نازله وتخيط في الهدوم بتاعتنا. يبقى ان سيوينج ماشين ماكينه الخياطه الكتريك انرجي كهرباء تشينج انتو كاينتيك. افتكر يا ولد افتكر. طيب يا مستر عشان اشغل ماكينه الخياطه لازم اوصلها بالكهرباء، يبقى الكتريك يا مستر، او هي تديني ايه؟ كاينتيك انرجي، يبقى الكتريك تو كاينتيك. ان سولار سيل، السولار سيل يا مستر اللي هي دي
طبعا في بعض البيوت دلوقتي بيحطوا على السطح بتاعها سولار سيل زي ما انتم شايفين كده يا ولاد. الشمس طبعا تيجي اللايت بتاعها على السولار سيل دي، تحول اللايت انرجي او السولار انرجي اللي هي طاقة الشمس انتو الكتريك انرجي، تنور البيت زي ما انتم شايفين كده في الصورة اللي جوه دي. يبقى ايه اللي بيحصل؟ سولار انرجي بصفة عامة، او ممكن تقول لايت انرجي تو الكتريك انرجي، شكرا للسولار سيل انت حولتي لي السولار انرجي طاقة الشمس لالكتريك انرجي، جبت لنا كهرباء. ايه كمان؟ التلفزيون، التلفزيون يا ولاد فيها مستر انرجي ترانسفورميشن. اه طبعا بص كده، التلفزيون بتدي له ايه عشان يشتغل؟ كهرباء. يبقى from electric energy to sound and light، طبعا التلفزيون هيحول لك الالكتريك دي لساوند ومين كمان؟ ولايت. وده بيأكد كلامنا يا ولاد اللي احنا قلناه، اللي هو اللو اوف كونزرفيشن اوف انرجي، اللي هو انرجي نايزر كرييتد نور ديسترويد. الكهرباء ما ضاعتش، اتحولت في التلفزيون ده لساوند ولايت. هنا الانرجي بتاعت الصن ما راحتش، اتحولت لالكتريك. تمام كده؟ يبقى انرجي نايزر كرييتد نور ديسترويد بات ات تشينج فروم وان فورم تو انذر، تتحول من شكل لشكل ايه يا ولاد؟ تاني. طب ايه كمان؟ ايه كمان يا ولاد؟ عندنا كمان السيلر فون اللي هو الموبايل. تقول لي يا مستر وده كمان فيه انرجي ترانسفورميشن؟ طبعا. ايه اللي فيه يا ولاد؟ بصوا كده، تقول لي يا مستر انا بحول فيه الراديانت انرجي اللي هي طاقه الاشعاع، اللي هي الموجات يا ولاد اللي بتيجي، اللي احنا لما نحط الموبايل ده جنب الراديو ولا حاجه ونسمع صوت ذبذبات، دي بيسموها باسم راديانت انرجي، انرجي تشينج انتو ساوند ايه؟ انرجي اللي هي المكالمه اللي بتجي لك. ده حتى كمان في كيميكال اللي هي البطاريه بتاعته انتو لايت اللي هي الضوء بتاعه والساوند كمان. خلي بالكم في كام كده انرجي ترانسفورميشن، بس طبعا عندنا هنا نتكلم عن الراديانت انرجي ومين كمان؟ والساوند. طيب تعالوا بقى نتكلم عن النيجاتيف افكتس اوف انرجي ترانسفورميشن. يعني ايه مستر؟ هل الانرجي دي ليها بعض الاثار السلبيه ممكن تضرنا؟ اه تعالوا نشوف يا ولاد. طبعا it causes what environmental pollution، يعني كلمة environmental pollution يعني تلوث في البيئة. ازاي يا مستر؟ تعالوا نشوف، تعالوا نشوف ايه هو التكنولوجيكال ابلكيشن وايه هو النيجاتيف افكت بتاعه. الكار يا مستر اللي حضرتك قلت لنا مليانه انرجي ترانسفورميشن دي، ايه المشكله اللي ممكن تسببها لنا؟ الكار اكزاست اللي هو يا ولاد عوادم السيارات، العادم بتاع السياره. طب ده هيعمل ايه؟ طبعا it causes chemical pollution for air، يعمل تلوث للهواء، which causes chest and eye diseases. يعني يا مستر؟ هتعمل طبعا air pollution، يحفظ بقى يا ولاد النقطة دي، which affect on chest اللي هو الصدر and eye diseases اللي هي أمراض الصدر والعين. طيب إيه كمان؟ الميليتري اكسبلوجنز، يعني يا ولاد اللي هي الانفجارات العسكرية. طب دي بتعمل إيه؟ they leave harmful effect and diseases and causes death. طبعا بتعمل آثار سيئة أو سلبية وتعمل أمراض وممكن تسبب إيه كمان يا ولاد؟ cause death اللي هي تسبب الوفاة أكيد طبعا، أي انفجارات. إيه كمان؟ chemical pesticides اللي هي المبيدات الكيميائية اللي الناس بيرشوها على المحاصيل أو بيرشوها على الحشرات. طب دي بتعمل إيه يا مستر الكيميكال بيستسايدز ديت؟ they causes chemical pollution for soil. طبعا أنا برشها على الحشرات اللي في السويل فأكيد بتعمل chemical pollution for soil. إيه كمان؟ water and air صح كده؟ causes cancer، طبعا ممكن تعمل الكانسر. عشان كده طبعا يقول لك ما ترشش مبيدات كتير على المحاصيل والناس بتاكلها، لان ممكن تعمل ايه يا اولاد؟ الكانسر. نمبر 4 nuclear weapons اللي هي الاسلحه النوويه. طب دي بتعمل ايه يا مستر؟ causes massive destruction، تعمل طبعا يا اولاد دمار هائل. كلمه massive destruction، destruction يعني دمار، وطبعا massive يعني كبير او عظيم. نمبر 5 the webs of wireless طبعا of cellular phones اللي هي شبكات الوايرلس بتاعت التليفون. تقول لي يا مستر دي بتعمل ايه؟ طبعا networks have harmful effects on people، طبعا الشبكات دي ليها تأثير ضار يا ولاد على الإنسان أكيد، بالذات مين يا مستر؟ which suffering from أو طبعا هو suffering from heart diseases اللي هي عندهم بيعاني من أمراض القلب، وبيسموا البلوشن ده ساعتها اللي هو بيجي من السيلر فون وشبكات اللي هي الويبس ديت electromagnetic pollution اللي هو تلوث كهرومغناطيسي يا ولاد. تمام كده؟ ده النيجاتيف افكت اوف طبعا الانرجي ترانسفورميشن، تحولات الطاقه
عرف ان هي بتعمل انفيرومنتال بولوشن، وعرفنا التأثيرات بتاعتها وايه النيجاتيف افكت بتاعها. كده الدرس بتاعنا خلص. تعالوا نشوف مع بعض كده كام سؤال. الدرس بتاعنا خفيف جدا وسهل ومفيهوش اي مشاكل. طبعا it is used to convert mechanical energy into electric energy. مين اللي بيحول الميكانيكال لالكتريك؟ تقول لي يا مستر اللي بيحول الميكانيكال لالكتريك ده الدينامو، تمام كده، هو اللي بيحول يا مستر الحركه لمين كمان؟ لكهرباء. طيب ايه كمان؟ It is composed of an acid solution with two different metals. طبعا ديفيد ان، يعني في ميتالز، اتنين ميتالز موجودين في الاسيد ده. ايوه يا مستر ده حضرتك قلت لنا عليه، ده السمبل سيل. برافو عليكم. نمبر 3، energy is neither created nor destroyed but it changed from one form to another. ده يا مستر اللي هو law of conservation of energy. برافو عليكم. نمبر 4، the sum of potential and the kinetic energy of an object under the effect of gravity is constant. اه يا مستر ده اللي هو اللو اوف كونزرفيشن، بس المره دي مستر اوف ميكانيكال انرجي، او الكونزرفيشن لو اوف ميكانيكال انرجي اللي احنا قلناه في اول الحصه خالص يا اولاد. طب انسترومنت يوز تو كونفرت كيميكال انرجي انتو الكتريك. اه يا مستر الكيميكال اللي احنا قلنا عليه من شويه ده اللي هو شغل الكيميكال رياكشن ده سيمبل سيل. انسترومنت يعني جهاز يوز تو كونفرت the chemical energy into electric energy، طبعا السمبل سيل. بكده يا ولاد خلصنا الدرس الثاني ليسن 2. ان شاء الله الحصه اللي جايه هنتكلم عن ليسن 3 اللي هو الهيت انرجي، ويبقى خلصنا 2 يونتس. بالتوفيق ليكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.